مساء الخير جميعاً ومرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. بغيت نسولك واحد السؤال وتكون معايا صريح لأقصى درجة. واش انت من النوع إذا كانت عنده 100 درهم في جيبه هي اللي عندك في جيبك وتلاقيتي مع شي واحد وقال لك أعطاني واحد 100 درهم راني محتاج ليها، وجبتي هذيك 100 درهم اللي هي عندك في جيبك وعطيتيها ليه، ومن بعد مشيتي سديتي على راساتك في البيت وبقيتي كتبكي او لبقى كيشدك تعني بالضمير النهار كامل، علاش هذيك 100 درهم هي اللي عندي عطيتها ليه وانا بقيت بلاش؟ علاش انايا ضريف بحال هكا؟ علاش انايا الناس كيستعملوني الاغراض ديالهم وكيلوحوني بحال شي كلينكس؟ علاش انايا الناس كيستغلوني؟ بوتيتر كو كتوقع لك هاد المساله هادي. نعطيك مثال اخر، واش انت من النوع اللي يقدر شي واحد يتكرفس عليك وتجيك فرصة انك ترد ليه الصرف ولكن كتقول لا حشومة كيبقى فيك تكرفس عليك دارلك شي حاجة خايبة، وجاتك فرصة باش ترد ليه الصرف وبقى فيك؟ اتونسيون، الناس اللي غيبداو يقول لي لا واخا يتعدى عليك خاصك تسامح الى اخره، خرجوا من هذا الفيديو هذا، الله يرحم الوالدين. ما كنهضرش مع الكلخ، كنهضر مع الناس اللي عندهم رجليهم في الارض، لان الا كنتي انت اللي كتشوف فيا اليوم تعيش مع شي واحد مكلخ او لا يقدر يكون الكلخ من عند الله، الله يحسن العوان، الا كنتي كتعيش مع شي واحد كيدعى الكلخ، لان بزاف ديال الناس اللي كيفهموا الهضره ديالي بالعوج هما 100% ناس كيدعيوا الكلخ. الا كنتي اليوم نصيحه ليك كتعيش مع شي واحد كيدعى الكلخ غادي يمحنك في حياتك. داكشي علاش انايا في المواضيع ديالي كنبغي نتوسع وكنبغي نقول داكشي اللي كيدور ليا في مخي، ما كيهمنيش نخدم مع كلشي، انا عندي واحد الناس كنوجه لهم الرساله. لذا الا كانوا المواضيع ديالك يهموك وكنتي كتشوف راسك انك ما بغيتيش تبقى ظريف بان طلع لك الدم علاش انت ظريف، دير جيم هذا الفيديو هذا باش يطلع وساعدوا هذا المحتوى هذا باش يطلع. عطيتك جوج ديال الامثله هادو لان كيدلوا هاد جوج الامثله. الا كنتي مثلا هذوك الفلوس اللي عندك كتعطيهم لناس اخرين، او لا مثلا واحد كيتعدى عليك ولكن فاش كتجيك الفرصه انك تعطي ليه الصرف كيبقى فيك، هذيك يعني انك انت واحد انسان ظريف. وهنا فاش كنقول لك انت اليوم انسان ظريف ما كنطلبش منك انك تكون قبيح، عاوتاني غادي نهضر مع الكلخ بين قوسين اللي كيفهم الهضره سطحيه وكيدعى الكلخ لان عنده معك شي حاجه شخصيه اولا غير ما حامكش. انا ما كنطلبش منك تكون قبيح، انا كنطلب منك تكون فري. الموضوع هذا ديال اليوم اختاريته وغادي نتعمق فيه مزيان وغادي ينفعك لان غنعطيك امور عمليه غتخدم بها. هذا الموضوع هذا اختاريته لان كنعيشوا في واحد المجتمع الا كنتي ظريف بزاف الناس غادي يستعملوك الاغراض ديالهم الشخصيه، وفاش غادي تولي انت ظريف بزاف مع الناس غادي يولي هما يسحب لهم بان راه من حقهم يشتفوا عليك، وبالتالي ما غيبقاش عندك الحق انك توضع الحدود ديالك وانك تعطي الراي ديالك. تبعني مزيان هاد الفيديو هذا غادي نقسم لجوج ديال لي بارتي. القسم الاول غادي فيه بعض الامور، اربعه ديال الحوايج. الا كانوا فيك عرف راسك ظريف بزاف، وغادي القسم الثاني غادي نعطيك خطوه عمليه الا كنتي كتشوف انك كتعاني في حياتك بسبب الظرف هادي. هاد الخطوه هادي غادي تساعدك باش تولي انسان فري. ما كنطلبش منك تكون قبيح، كنطلب منك تكون فري، لان تقبيه ما كاين ما خير من الشعور ديال تحس براسك انك تستغليتي او لا شي واحد استعملك، وكتدخل لداركم بالليل وكتقول تفو علاش انا ظريف بحال هكا، علاش انا دائما فيا التعنيد الضمير هذا، ما كاين ما خير من الشعور هذا. الوغ ربعه ديال الامور متتبعين الاوفياء، قبل ما ندخلوا في هاد ربعه ديال الامور هادو فما تنساوش العرض ديال بلاك فرايداي حتى على الدوره ديال الذكاء العاطفي والاجتماعي. كنا درنا غير على دوره الذكاء العاطفي، دابا كاينه على دوره الذكاء العاطفي والاجتماعي ودرنا التمديد الى غايه 29 نوفمبر. استغل الفرصه، هبطناها 80% بمناسبه البلاك فرايداي، فاستغل الفرصه لان ما غاديش نعاودوا نوصلوا لهذا التخفيض هذا ديال 80%. كملوا المؤشر رقم واحد على انك انت ظريف، كتقبل كل شيء، كتقول اه لكاع الطلبات اللي كيجيوك من برا بلا ما تفكر، يعني اه لكل شيء بلا ما تفكر، بلا ما كتاخذ الوقت من نفسك وكتفكر واش هذاك الشيء مسلكك ولا لا، وبالتالي كتقبل كل شيء في واحد الحاله ديال تعنيد الضمير، في واحد الحاله النفسيه
غير مستقره، حاله نفسيه ديال عدم الاعتزاز بالنفس، بغى شي واحد يتسلف الفلوس وي يلا معايا لهنايا وي خلي خدمتك ويلا معايا نشوفوا هذا وي يلا معايا لواحد المجمع وخا داك المجمع انت ما عندكش معاه وي، بلا ما كتاخذ الوقت لنفسك وبلا ما تفكر وتطور في مخك هذاك الطلب. هنا راه لفيت لي تكلمت في الحلقات اللي فاتوا على هذه المساله هذه ديال خصك تتعلم تقول اسمح لي نفكر، خصك تتعلم تقول ما مناسبنيش، خصك تتعلم تقول ان هذا الشيء صعيب شويه عليا، ما كنديروش ما كندخلوش الاكسجين في الهضره ديالنا، يعني ديما مكنظنين ديما خايفين من ردود فعل الاخر وديما خاصنا نقولوا اه. دونك الا كنتي هذا المؤشر رقم واحد، الا كنتي كتقبل كل شيء بلا ما تفكر في واحد الحال ديال تأنيب الضمير، هذا كيدل انك انت اليوم انسان ظريف وهاد الظرافه هذه ما خداماش. المؤشر رقم جوج، كتظن انك الا عشتي حياتك، انك لا لبستي مزيان، انك لا كليتي مزيان، انك لا تصورتي مثلا وحطيتي التصاور ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي، انك لا كنتي كتربح الفلوس بزاف، انك لا كنتي كتبيع وتشري وعايش بخير، كتظن هادشي كيحطك في واحد التأنيب الضمير، لانك كتظن ان ما لانك انت عايش مزيان وبخير وواكل مزيان ولابس مزيان وكتربح فلوس، كاين واحد اخر كيعاني بسببك، وهذه عندها علاقه مباشره كيبقى فيك بنادم. يعني هذاك انت اللي كيبقى فيك ربما الا تزادوا غير واحد 5% من داكشي اللي عندك غادي يطحنك، وهادشي تنشوفوه. وهاد المساله هذه كاينه في الناس اللي مزاليط، حتى شي واحد ما كيختار انه يكون فقير، ولكن بالنسبه ديال الناس المزاليط فيهم مشاكل. شكون اللي فيه المشاكل بزاف؟ واش الناس اللي عندهم فلوس ولا المزاليط؟ لا المزاليط، شحال واحد تيجي عندك في الاول عزيز انا بغيت نخدم ندخل غير خضيره لولادي وهادي غير كتدخل وكيتستقر شويه كيولي باغي يطيرك من بلاصتك، كيولي باغي يطيرك من بلاصتك. الا كنتي اليوم كتربح انت فلوس بزاف راه ما كاينش واحد اخر كيعاني بسببك. الا كنتي اليوم سعيده انت في الحياه ديالك الزوجيه او لا في لافي كوبل ديالك، هذا ما كيعنيش ان صاحبتك كتعاني بسببك. اغيتي فو كونغي، انا مقاول ناجح لي زافير غادي مزيان فلوس داخله كنستاهل، الا عندي انا هاد الفلوس كنستاهلهم، الا عندي هاد الحياه ديال اليوم اللي عندي هاد الحياه الزوجيه ولا هاد الحياه الاجتماعيه فانا كنستاهلها، ما كنلقاوش الفلوس في الزنقه. خرج قلب في الشجر وقلب في الزنقه شو واش غتلقى الفلوس مليوحين. ولكن كاين بزاف ديال البؤساء دارين بك والشخصيات السامه اللي ما قادرين يديروا حتى الربع ديال داكشي اللي كدير، وكيحاولوا يدخلوك في مخك انك انت وصلتي لهادشي بالزهر او لانك وصلتي حتى لهادشي لان كليتيهم في حقهم او لشي حاجه. وهنا غادي نعطيك واحد النصيحه، ما عمرك تخلي ناس اخرين يعيشوك في الواقع ديالهم. مؤخرا جاني واحد الكومونتير في اليوتيوب قال لي وعزيز وهذا الميدان هذا ديال تطوير الذات راه الناس المغاربه ما بقاوش محتاجين ليه. دابا هذا الشخص هذا حاول يفرض عليا واحد الواقع ديالو، ولكن الا جينا نشوفوا شكون هو هذا الشخص هذا اللي قال هذا الشيء، فهو قال غير يمكن واقع الا ما حملكش هكاك، لان كيف ما تعرفوا حنا المغاربه تبارك الله والدول العربيه تنعز لنا نهزوا لبعضياتنا، يعني فاش كتشوف شي واحد مافونسي عز لنا نشجعوه الحمد لله. الوغ هادشي اللي بغيتك تفهم، الا كنتي اليوم كيبقى فيك البشر لانك انت عايش حياتك فعندك مشكل ديال الطرافه الزايده، لان هذاك في غالبيه الحالات الا تعطات لي غير 5% من داكشي اللي عندك غادي يطحنك. عيش حياتك، الفلوس ديالك فلوسك، الزوجه الصالحه رزق، الزوج الصالح رزق، الفلوس رزق، التجاره رزق، الابناء رزق، عيش حياتك وحمد الله وتمنى الخير للناس الاخرين. الناس الاخرين قادين مشغولهم، الناس الاخرين عايشين، الناس الاخرين ما كيعانيوش بسببك، كل واحد مسؤول على الحياه ديالو. ولا شي واحد اليوم كيعيش شي حاجه ماشي تا لهيه بنسبه كبيره هو المسؤول على داكشي اللي وصل ليه، لان خدا واحد القرار من قبل اللي وصلوا لهذوك النتيجه، سي لو كوزايفي اولا الكارما كيف ما كيسميوه بعض الناس. دونك هذه المؤشر رقم جوج. المؤشر رقم ثلاثه، ما كنقدرش نعطي الاولويه لنفسي، ما كنقدرش نعطي الاولويه لنفسي، وهذه عندها علاقه شويه بالنقطه رقم جوج، يعني كنشوف ان الناس اولى مني لشي امور. مثلا هذه كتوقع مع الضياف بزاف، كانت كتوقع لينا حنا في الدار شحال من مره. مثلا انت في الدار اليوم مطيب لولادك وعندك نقولوا عندك واحد ربعه ديال البطبوطات، ربعه ديال البطبوطات ولا خمسه ديال البطبوطات اولا مسمنات سميهم اللي بغيتي، طيبتي خمسه ديال المسمنات ما عندكش فلوس، هذاك الشيء هو اللي عندك باش تعشي ولادك. تسلطات عليك خالتك ولا عمتك ولا تسلطوا عليك الضياف اولا الجيران، دخلوا عندك دخلوا للكوزينه وقالوا لك وزوين عندك هذا البطبوط هذا، يمكن لي ناخذ شي وحده، وهما بربعه بهم وعندك ربعه البطبوطات
وما عندك ما توكل ولادك، هذوك ربعه البوطات هو اللي عندك. في اغلبيه الحالات الشخص الطريف اش غيدير؟ غادي يعطيك هذوك ربعه ديال الضياف اللي جاوا عنده ياكلوا هذوك البوطات، وغادي يبيت ولادو بالجوع. وهذا الشيء كنشوفوه، لان هذاك الشخص اللي ما عارفش لا سيتوياسيون ديالك وكيجي يطلب لك الماكله، هو عارفك ما عندكش وكيجي يطلب لك الماكله، هذه في حد ذاتها وقحه. راه يجي يسلم عليك ويضحك عليك وسميتو كلشي كيعرف ينافق، لان كاين واحد النوع ديال الضياف ديما تيتسلطوا. وهذه غادي نحل هذا القوس هذا، تيتسلطوا تمشي للكوزين. انت فاش كتمشي عندهم الدار كتحسب الا بغيتي تمشي للطواليت كتقول لي بغيت نمشي للطواليت، ولكن هو فاش يجي كيدخل الكوزينه بيقلب في الثلاجه ياكل هذه ياكل هذه، هذه سميتها الوقاحه. وهادو من بين المؤشرات ديال الانسان الظريف، هو انك كتفتح الحدود، كتبقى محلول وحال الحدود، واللي جا كيستعملك. وبالتالي فاش غيمشيو هما غياكلوا البغرير ولا غياكلوا المسمن وغيمشيو، انت ديك الساعات اش غادي تعطي لولادك ياكلوا؟ راه تخبيت ولادك بالجوع. دونك الا كنتي كدير هاد التصرفات هادو وكيتعاود وكيتكرر معاك هادشي، فراه عندك مشكل ديال الطرافه وهادشي خصو يتخدم. النقطه الاخيره والمؤشر الاخير ديال انك انت انسان ظريف بزاف، هو كيبقى فيك بنادم دغيا. واش انت من النوع اللي يقدر شي واحد مثلا يجي يعاودك على شي مشكل وقع ليه، وكتعيش مع هذوك المشاعر السلبيه اكثر منه؟ يعني كتعيش هذوك المشاعر السلبيه اكثر من الشخص اللي وقع ليه هذاك الحدث السلبي. دونك هذا مشكل ديال الظرافه، لي بيرونباتي، كتكون عندك الحساسيه الزائده تجاه داكشي اللي كيعاونوك الناس. فهاد القضيه هادي عندها علاقه ايضا بالظرافه وبنقص التقدير الذاتي. فهذاك الشخص راه ما كيعانيش بسببك، وانت ما تكونش عاوتاني اللي عنده شي مشكل يجي يعاودو ليك. خاصني نسمع المشاكل ديال الاخر، لانني انا بغيت نتعاطف، ماشي بحيث انا راه شقاليه وتتسلطوا عليا باش يعاودوا لي المشاكل ديالهم. تنسمع المشاكل بحيث انا بغيت نسمع المشاكل وحيت انا بغيت نساعد فقط. دابا بعد ما فهمتي هاد المؤشرات الاربعه غادي تقول لي يا عزيز وي دابا هادشي كنشوف راسي، كاين اللي كيشوف راسو في هاد الاربعه ديال النقاط هادو، كيفاش غادي يمكن ليا نخدم على نفسي باش ما نبقاش ضعيف بزاف؟ شنو غادي ندير هنايا؟ غادي تليستي شكون هما الناس، اولا شكون هو البروفيل ديال الناس اللي كيتكرر معاهم هاد المواقف المحرجه هادو، واللي كيستغلوا الظرافه ديالك. لان شوف امتى كتولي الظرافه مشكل؟ فاش خاصك الظراف بالهري تبتو ليك، يعني عطاني 100 درهم واخا هي اللي عندك، خديتي الترقيه بالخدمه لا سمح فيها وخليني انايا نترقى بلاصتك. الوغ الظرافه كتولي مشكل فاش كنحس براسي كنتستغل. يعني امتى كنحس براسي انني ظريف؟ فاش كنحس براسي انني كنتستغل. لان فاش كتكون انت باغي دير واحد الخير بخاطرك ما كيكونش مشكل، كيشكل مشكل هذا. يعني انا جو كونتريبي، كنساهم، كنقدم اضافه، كنعطي داخله في اطار العطاء. ولكن فاش كنشوف راسي انني مضغوط، يعني قدام اشخاص اللي كيجبروني انني نقول اه غير بحيث هما باغينك تقول اه، فهنا كيولي مشكل حقيقي. اذا غادي نليستي شكون هما هاد الاشخاص هادو، غادي نكتب علاش ما خاصنيش نكون ظريف مع هاد الناس، جوج نقاط، ودير لي واحد الباراغراف ديال ثلاثه ديال الاسطر فقط، ثلاثه الاسطر، لانك انت عارف. انا ما عارفش انت عارف داكشي اش كتفرج فيا، علاش ما خصنيش نكون ظريف مع هاد الاشخاص هادو؟ جوج ديال النقاط قيد، ما خصنيش نكون ظريف مع هاد الاشخاص هادو، لان دائما كيجي يتسلط عليا، دائما كيعرض على راسو، وهو فاش كتكون عنده شي مناسبه ما عمره ما عرض عليا. قيد، يعني قيد ليا حقائق، عطيني شي حاجه فاكتويال، لان باش يمكن لك تغير التصرف ديالك، هذاك التصرف الغير السليم ديال الطرافه، خصك تحس بشي حاجه داخله من الداخل ديالك، خاصك تحس بالظلم، خاصك تحس بشي حاجه جايه من الداخل. لان التغيير متتبعين الاوفياء معروف هذه القضيه، تيجي بجوج ديال الحوايج، سوا شي صدمه خايبه ان اليكترو شوك، سوا كما كيكون عندك ما تخسر، هادو هما جوج ديال الامور. دونك يمكن لينا نصنفوا هذه المساله ديال فاش كتوعى وكتكتب، لان فاش كتكتب ماشي بحال اللي كتفكر، فاش كتكتب هاد الشخص هذا ديما كيعرض على راسو انايا ما عمرو عرض عليا، هاد الشخص هذا ديما كيسلفني وما عمرو رد ليا، هاد الشخص هذا ديما كيعرف يتمسكن وديما كيلعب ليا على مخي حتى كيبقى فيا وكنعطيه وكيوصل للمبتغى ديالو. قيد شكون قيد، وشكون هما هاد الاشخاص؟ احمد، طارق، محمد، هذا فاطمه الزهراء، هادي ليستيهم، سمي بنادم، لان لا بريسيزيون، القوه هي التركيز. فاش كنحدد الهدف ديالي تتجيني واحد لا فورس انتيريور باش نواجه. دابا من بعد فاش قيدتي وعرفتي بان فاطمه الزهراء، احمد، محمد، مريم، عبد الله، فاش عرفتي هاد الناس هادو كاملين شنو هو المواقف اللي كتكرر معاهم اللي تتستغل فيها، اشنو غادي دير؟ غادي تكتب في النقطه الرابعه شنو هو ردة الفعل اللي خاصك تصرف، كيفاش خاصك تصرف.
اكتبها، تريني على هاد ردة الفعل هذه، تريني في هاد الناس هادو اللي كتشوفهم دائما، لان ما حدك غتبدا تريني، لان باش لان ما كاينش شي حاجه اللي شي وصفه سحريه، خاصني براتيكي هاد الشيء. لان اون فوا غادي تمشي عند عبد الله، وغتمشي عند حماد، وغادي تمشي عند فاطمه الزهراء، وغادي تواجههم بديك الشيء بالاستغلال اللي كيستغلوك وبهذوك الحقائق اللي كتبتيهم، ثق بيا غادي تدوز. وخاصك تكون مستعد، اتونسيون، خاصك تكون مستعد انك توصل معاه حتى للمشادات بالايدي، لان هاد الناس هادو ما غيقبلوهاش. بالنسبه للناس غتجي هاد القضيه هادي بيزار، ولكن هذا هو الواقع. خاصك تكون مستعد توصل حتى للمشادات بالايدي، لان اللهم نوقف الورم دابا او نخليه يتطور لشي امور حتى المرض. بدا بالاشخاص اللي ساهلين اللي ما معاهمش ان ريسك كبير، وبقى غادي كطلع توصل لهذوك الاشخاص الصعاب اللي كيجيو يستغلوك. دونك بدا بالاشخاص الساهلين، لان فاش غادي تمشي عند الشخص الساهل الاول وغدير معاه التقنيه هادي، غادي تحس بشويه ديال الضغط، ولكن فاش غيمشي غادي تنفس، غتحس براسك ملي كتنفس بزاف، وغتحس براسك بحال احترمتي ذاتك. دونك هذا هو التمرين هذا. الى ما الى 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 تلفتي شويه، لان كاين بزاف ديال المعلومات، الله يخليك عاود تسمع هذا الفيديو هذا، وسمع بالضبط بالضبط الجزء الثاني اللي فيه التمرين هذا. هادشي اللي كاين متتبعين الاوفياء بالنسبه الحلقه ديال اليوم. غادي نعاود نذكر، كاينه بلاك فرايداي، هادشي اللي كنعطيكم في يوتيوب راه مزيان ولكن غير كافي، لان باش تبغي توصل لواحد الهدف معين وتخدم عليه خاصك لا ديسيبلين، وخاصك ايضا التدريب. كيفاش حنا كنديروا المحتوى؟ كنديروا 90% ديال المحتوى المجاني و10% ديال المحتوى المدفوع اللي كنتعمقوا فيه اون ديتاي بديزيكزيرسيس. دوره الذكاء العاطفي والاجتماعي 13-13 ساعة ديال التسجيل مع تمارين ومواكبة ناقص 80%، دخلوا استغلوا الفرصة دابا. هادشي اللي كاين متتبعينا الاوفياء، خليو لنا دي كومونتير، كتبوا لنا شنو هو الخطوة اللي غادي ديرها مستقبلا مع هاد الشخص هذا اللي ديما كيستغل الضعف ديالك. كان معكم عزيز افكار، سلام الفيديو.